أعزائي المتابعين، صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو بتاعنا النهاردة. معانا فيلم الغموض والدراما، بس قبل ما أكمل الفيديو ياريت تعمل لايك الأول وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو لسه جديد معانا عشان يوصلك كل جديد. فيلمنا بيبدأ مع مجموعة جنود بيجروا في المخبأ بتاعهم وسط الحرب العالمية، وأثناء الضرب والقصف بنشوف واحد من الجنود قاعد بيكتب كتاب وسط النار. بعدين بنسيب الحرب وبنروح للبروفيسور آرثر، وده بيكون الشخص اللي كان في الحرب وبيكتب الملاحظات بتاعته واللي اتحولت حاليا لكتب مشهورة جدا، ودي من اكتر الكتب اللي محققه مبيعات في القرن العشرين. بنروح بعدين لشاب اسمه مارتين مسافر في القطر وبيحاول يسلي نفسه في قرايه كتاب البروفيسور آرثر. بعدين بيوصل لواجهته وبيروح بيته، وهناك بيقابل واحده ست اسمها ايجلتون، وهناك بيتكلموا مع بعض عن جوزها وهوايته، والاهم من ده كله هو علاقه جوزها بالبروفيسور آرثر. وبنعرف من المقابله دي ان ايجلتون بيحاول يعمل بحث عن البروفيسور آرثر وبيحاول يجمع عنه قدر كبير من المعلومات. بعد لحظات بتوصل بيسي، ودي تبقى بنت ست ايجلتون، وبتتعرف على مارتين وبيقضوا الوقت في البيت لحد بالليل. وبالليل على العشاء بيحصل بينهم محادثه شديده اللهجه بسبب علاقات بيسي، وبتقوم بيسي وسط الاكل عشان عندها تمرين موسيقى. تاني يوم بنشوف مارتين في الجامعه وبيقابل العميد هناك وبيطلب منه يكلم البروفيسور آرثر عشان يبقى المشرف على البحث العلمي بتاعه، لكن العميد بيقول له مستحيل ده يحصل عشان آرثر مش بيشتغل كمشرف وعلى طول بيشتغل كباحث. بعدين بيروح مارتين يلعب سكواش، وهناك بيقابل واحده اسمها لورنا وبيفضلوا يلعبوا مع بعض لحد ما يتعبوا. بعدين بتوصلوا للبيت وبيوعدها انهم هيلعبوا تاني، وفي الوقت ده بتكون بيسي واقفه في الشباك وشايفه كل حاجه. وقبل ما يطلع بتقابله على باب البيت وبتقول له انه مستغل وعايز يستغل امها عشان البحث العلمي بتاعه، لكن بينكر كل ده. وبعد شويه بيكون في الحمام بياخد دش سريع، بس بيسي بتدخل عليه عشان توري له خبر في الجرنون على البروفيسور آرثر، وبتقول له انه جاي المدينه عشان يعمل محاضره قريبه جدا. وفعلا مارتين بيستغل وجود البروفيسور وبيروح يحضر المحاضره بتاعته، وفي فقرة الأسئلة بيرفع إيده وبيعلق على الكلام بتاعه، لكن آرثر بيخليه يقعد وبيهينه قدام كل الطلبة والحضور وبيخلوا شكله وحش قوي. مارتين بيحس بإحراج كبير جدا وبياخد حاجاته وبيروح يقابل يوري، وده طالب تاني بيشاركه في نفس الأبحاث بتاعته، وبيكون مارتين عايز يسيب البحث ويمشي، لكن يوري بيقول له اوعى تعمل كده بسبب آرثر لأن آرثر ده شخص مش كويس، وأكتر حاجة مهتم بيها حاليا هو إنه يبيع الكتب بتاعته. ولما بيرجع مارتين للبيت بيلاقي إن البروفيسور آرثر قدام باب البيت وبيقول له انه جاي هنا عشان يزور صديق قديم ليه، وبيعتذر له عن اللي حصل في المحاضره. ولما بيدخلوا البيت بيلاقوا الست ايجلتون ميته على الكرسي بتاعها. مارتين بيتاخد للتحقيق وبيقول لهم انه ما كانش موجود وقت موتها ووصل في نفس الوقت مع البروفيسور آرثر، وبيقول لهم ان دي اول مره كان يشوفه فيها بعيد عن المحاضره اللي كانت قبلها. ووقت التحقيق مع البروفيسور آرثر بيقول لهم انه كان رايح للبيت لان وصلت له رساله من القاتل بيطلب منه يروح على هناك، وبيقول لهم ان الرساله دي وصلت وقت المحاضره بتاعته، بس بيقول له انه ده ملوش علاقة لان من وقت ما بدأ يكتب عن القتلة المتسلسلين وطريقة القتل وهو بيجيله رسائل زي كده كتير ومعظمها بيكون مش حقيقي، وبيقول لهم ان الرسائل دي رماها في صندوق الزبالة جنب البيت، وبيروح محقق اسمه سكوت عشان يدور عليها. وبعد التحقيق بيتكلم المحقق مع آرثر وبيحاولوا يلاقوا رابط بين الكتاب بتاعه وجرائم القتل اللي حصلت، وبتكون الفكرة اللي بتدور في دماغ آرثر هي ان القاتل كان بيحاول يبان اذكى من كل الناس. بيخرج آرثر مع مارتين وبيتكلموا مع بعض عن ميس ايجلتون، وبيعرف مارتين منه ان كان عندها سرطان وكانت هتموت قريب في كل الاحوال، وبيتكلموا كمان في تفاصيل القضيه وبيعرفوا ان القاتل اخذ ملف طبي من المستشفى وعمل الجريمه عشان تبان انها سبب موت طبيعيه. بعدين بيوصلوا للمكان اللي بيسي هتعزف فيه وبنشوف الشرطه جايه تقول لها خبر موت امها، لكن آرثر بيقرر يقول لها هو بنفسه. مارتين بيكون واقف بيتفرج من فوق وبيلاقي واحد من الفرقه الموسيقيه حالته الصحيه مش كويسه. وبالليل مارتين بيرجع البيت مع بيسي وبتقوله انها كان مشتبه فيها وحققوا معاها لمده ساعتين في الاسم. تاني يوم يوري بيقابل مارتين وبيبارك له عشان شاف اسمه في الجرانين جنب اسم البروفيسور آرثر، وبيفضل يستفزه على اساس ان هو اللي قتل ميس ايجلتون، لكن مارتين مش بيهتم بكلامه وبيخرج عشان يقابل آرثر وبيكلمه ان المحقق سكوت ما لقاش الرساله، وبيكون شاكك آرثر في بيس انها المذنبه في موت امها. بيروح مارتين بعدين يقابل لورنا وبيعرف منها انها ممرضه في المستشفى، ولما بيكلمها عن القضيه بتقوله ان البروفيسور آرثر كان متعود يجي المستشفى يوميا عشان يزور مريض هناك. ساعتها مارتين بيقرر يروح يراقب آرثر وقت ما كان رايح المستشفى، وهناك بيبقى قاعد جنب واحد مخرف اسمه فيرنيك. بعد شويه بتيجي لورنا وبتقول لمارتين ان فيرنيك ده عنده بنت هنا مصابه بالسرطان ومحتاجه تبرع، لكن مفيش حد متبرع ووافق يتبرع عليها بالرئه بتاعته. بعدين بيدخل مارتين يقابل آرثر مع المريض اللي بيزوره، وبيعرف منه ان كان في واحد من اذكى الطلاب بتوعه اسمه كولمان اللي كان بيعمل على المجموعه من الابحاث على المرضى العقليين عشان يثبت ان ذكائهم اعلى من البشر العاديين، وده خلاه يروح مستشفى الامراض العقلية
عشان يختبر ابحاث على المرضى اللي هناك، وكانت الابحاث والتجارب اللي عملها كلها صح، وبيكون كده اكتشف كل حاجه من الخارج، وكان محتاج يبحث في عقلهم من الداخل، وعشان يجرب ده كان لازم يعمل عمليه جراحيه على عقل الخاص. ومن وقتها وهو في المستشفى مش بيقول غير اسم واحده ست. بعدين بنشوف مارتين في المكتب تاني يوم، وبتلاقي بيسي هناك وبتسال كان فين امبارح، وبتقضيها دراما وبتقوله انه بيعملها بطريقه مهينه، وبعدين بتقلب عليه على الاخر وبتزعق في المكان وبتمشي، وهو بيروح وراها بسرعه. ولما بيخرج بنلاقي يوري في وشه اللي بتساله اذا كان عارف مين القاتل، وهناك مارتين بياخد باله من رمز على الباب ورساله مكتوب عليها عنوان المستشفى اللي فيها لورنا، فبيتصل بلورنا وبيقول لها ان كولمان هيقتل في الوقت اللي كان مكتوب على الرساله، فبتروح بسرعه على الاوضه بتاعته بس بتلاقيه كويس والاوضاع تمام. فبيستغرب مارتين وبيكون شاكك في مين هيبقى الضحيه الجايه للقتل المتسلسل، وبيجي خبر لموت الشخص من الفريق الموسيقي اللي كان تعبان في اخر الحفله البيسي، وبيروحوا يشوفوه في المشرحه، والمحقق بيقول لهم ان موته كان طبيعي لولا انهم اكتشفوا الرساله المشفره بتاعه القاتل. بعدين بيحاول يكتشفوا معنى الشفرات بتاعه القاتل لكنهم مش بيقدروا يحلوها، وبيكون المحقق متعصب عشان لو ما قدروش يحلوا اللغز ده هيكون في جرائم قتل تانية قريب. بالليل ارسل ومارتين بيتقابلوا عشان لورنا بتكون عزماهم على العشاء هما الاثنين، وبتقول لهم ان ما كانش فيه مواد سامه في جسم الضحيه. ساعتها ارسل بيقول لمارتين انه عارف الرمز الناقص وبيرسمه على منديله وبيديه لها، وبيقول لها انت دلوقتي لازم تشتغلي على القضيه والرمز بنفسك عشان تثبتي لي انك مش غبيه وتثبتي لي انك ما تستحقيش التهزيق اللي اديته لك في المحاضره. مارتين بيروح تاني يوم بيشوف بيسي وهي بتعزف في الفريق الموسيقي، وبتقول له انه اخر حفله ليها قربت وبيوعدها انه هيحضرها. بعدين بتعترف له انها خبت تفاصيل صغيره وقت التحقيق بتاعها، وبيروح مارتين يقابل لورنا وبيقول لها انه مشتبه فيه دلوقتي وقلقان على الاخر. بعدين بيروح ياخد مشروب سريع مع يوري اللي بيكون متعصب ومحدش عارف ليه غالبا كده زود في الجرعه، وبيكون شايف ان ارثر سرق منه البحث بتاعه، ولما بيغمى عليه بسبب ان زود في الشرب مارتين بيشيله وبيرجعه اوضته، وهناك بيلاقي صوره ليوري مع ارثر، وبيلاقي ورقه مكتوب عليها نفس الحفله اللي بيسي هتعزف فيها. فبيروح للحفله وبيقابل ارثر هناك، وارثر بيقول له انه متراقب من المحقق سكوت بقاله فتره، والحفله الموسيقيه بتبدا، وبيلاحظ مارتين ان يوري بيهرب من المكان ومعاه حاجه مستخبيه، فبيروح يقول للمحقق وبيروح يجري وراه، وفي الاخر بيقدروا يمسكوه وبيكتشفوا انه كان مخبي لافته احتجاجيه. وفي الوقت ده المحقق بيتعصب على سكوت عشان جه معاهم في المطارده وساب ارثر من غير مراقبه. وفي اخر الحفله بنشوف واحد من العازفين بدا يكح وحالته بقت صعبه هو كمان، وبعد لحظات بينهار وبيقع على الارض. وهم راجعين المحقق بيقول لهم ان الرمز الثالث يبقى مثلث، وبيطلب من ارثر يقول له على كل حاجه هو عارفها، لكن ارثر بيرفض وبيقول له ان ده مش الوقت المناسب لأي حاجة. مارتين بيفهم انه مش عايز يتكلم في وجودها، فبينزل من العربية وبيسيبهم لوحده. تاني يوم ارسل بيقابل مارتين وبيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش عايز يوقف تفكير في الرمز الواحد، وبيقول لها انه قريب اول الرمز الرابع هيكتشفه، ووقتها القاتل هيعرف ان ارسل اكتشف ذكائه وهيوقف عمليات القتل بتاعته. ولما يقربوا من المستشفى مارتين بينزل من الاتوبيس وبيروح يقابل لورنا، واثناء ما بيكون معاها بيعرف الرمز الرابع ممكن يكون عبارة عن ايه، فبيروح للمكتبة بسرعة وهناك بيلاقي كتاب مكتوب فيه اول ثلاث رموز وبعدهم الرمز الرابع، وبيعرف ان ليه علاقه بنقل الاعضاء، فبيفتكر فيرنيك اللي قابله في المستشفى وبيروح للاسم وبيقول لسكوت عن اللي اكتشف، وان القاتل بيحاول يتواصل معاهم عشان يبعتوا عربيه اسعاف لمكان معين. وفي نفس الوقت بنشوف الشرطه بتراقب الاتوبيس اللي ارسل راكبه وبيوقفوه، بس بعد شويه بيلاقوا انهم عملوا غلطه ووقفوا الاتوبيس الغلط. في نفس الوقت بنشوف فيرنيك سايق اتوبيس للاطفال معاهم مرضى عقليين. مارتين بيتصل بارسل في الوقت ده وبيطلب منه يقول للمحقق اللي معاه انه لازم يوقف الاتوبيس التاني، وارثر بيشوف الاتوبيس التاني بتاع فيرنيك معدي من جنبه، ولما بيحاول يوصل للمحقق عشان يخليه يوقفه الشرطه بتتدخل، وفي الوقت ده بينفجر الاتوبيس التاني وبيتحول لقنبله ناريه في لحظه. وبعد الاحداث دي بيوصل مارتين مع لورنا في المكان، والمحقق بيقول لهم ان في خمسه من الضحايا كانوا متبرعين بالاعضاء من اللي رفضوا يتبرعوا لبنت فيرنيك، وبيقول لهم ان فيرنيك السواق كان عايز ينط من العربيه قبل الانفجار لكنه فشل في ده ومات معاهم. بعد فتره من الزمن بنشوف مارتين وهو محضر نفسه ورجع بلده مع لورنا، ولما بيفتح الباسبور بتاعه بيلاقي المنديل بتاع المطعم اللي خده من ارثر بس بيكون فاضي. ساعتها بيكتشف ان ارثر نفسه ما كانش عارف الرمز الثالث، فبيخرج صوره الجريمه من الشنطه وبيلاقي صوره لميس ايجلتون كانت كاتبه حروف كلمه دائره قبل ما تموت بس باللغه الالمانيه. بعدين بيروح يقابل ارثر في المتحف وبيقول له ان اكتشف ان مفيش قاتل متسلسل ولا حاجه، وان كل ده كانت محاولات من ارثر انه يغطي على الجريمه الوحيده اللي حصلت وهي قتل ميس ايجلتون، واللي قتلها تبقى بنتها بيسي، وطلبت من ارثر يساعدها في الجريمه بتاعتها. وعشان يعمل خطه
كان لازم يكون في ضحية تانية تغطي على الموضوع، عشان كده قتل الضحية التانية. وعشان فيرنيك شاف الأخبار وكان بيسوق بالأطفال المرضى العقليين كل يوم للمصحة، كان متضايق إنهم عايشين وبنته هتموت. بعدين مارتين بيتهم أرثر إنه قتل الناس الأبرياء دول كلهم. بعدين بياخد بعضه عشان يمشي. أرثر بينده عليه وبيقول له إن أنت السبب الحقيقي في موت الأطفال، وعشان بيسي كانت بتحب، كانت شايفة إن أمها هي العائق في حريتها معاه، عشان كده قتلتها، وده السبب في كل اللي حصل بعد كده. وزي ما الكتاب بتاع أرثر بيقول إن ممكن فراشة في مدينة تأثر على بركان في مدينة تانية، وكده بيبقى مارتين هو الفراشة اللي كانت السبب وراء كل الأحداث المتابعة دي، وكده بيبقى مارتين هو الفراشة اللي كانت السبب وراء كل الأحداث المتتبعة دي، وده بيخلي مارتين في حيرة، وإحنا كمان في حيرة أكبر من حيرة مارتين. وبيخلص فيلمنا على كده النهاردة. ياريت تقولولنا في الكومنتات عن السبب الرئيسي في موت الأشخاص الأبرياء دول، مارتين ولا البركان.